هيبة البكالوريا لا تربك المترشحين فحسب، بل تمتد إلى أوليائهم، وهو ما يتجسد في الحضور القوي للأمهات والآباء، والخوف باد على الجميع دون استثناء. يلاحظ كما ذكرت أن الأولياء يرافقون الأبناء تاعهم في خلال أيام امتحان البكالوريا، وهذا تشجيع لهم وتثبيت. بطبيعة الحال الخوف هو طبيعي، وإن كان أصبح الخوف الأولياء أكثر من الطلبة. عدينا عليها احنا هذه وشوية خايفين، حتى احنا نكذب عليك 50% خايفين، 50% طلعوا المورال الدراري. مش غير خايفين برك، يعني والله العظيم يعني حالة شوية ظرفة شوية مش يعني. دير هاكي تعطي الصغير تاعك القوة وتشجعيه، ومصباح قرأوا القرآن، ديروا الأمور تاعكم إن شاء الله تعدي. المترشحون لهذه المسابقة يدركون أن قلوبا تنبض أثناء امتحانهم دون ارتياح، وتدعو لهم بالنجاح. والله الوالدين ربي يحفظهم لهم كل خير، ويقدموا لنا الدعم المادي الدعم النفسي، ما خلوا حد شيء، لازم شوي ستراس مية هاي تفات إن شاء الله. والدينا وقفوا معنا قبل 13 سنة، مش من اليوم ومش من أول نهار طباك، خاطرش هما اللي علمونا هما اللي قراونا، ليهم فضل كبير لأنه وصلنا للباك هذا، وإن شاء الله نكون عند حسن نيتهم ندير الباك أفيك مونسيون إن شاء الله. برضو معنا بكرة معنا والدينا ربي يخليهم لينا، وجاو معنا سيبر تاونا، ودركا هنا نستناو حتى يتحل ليسي باه ندخلوا. الأم تحب من كل قلبها، والأب يحب بكل قوته، والكرة حاليا في مرمى الأبناء لإهداء أقرب الناس إليهم فرحة خارقة للعادة، لأن البكالوريا هي هرمون السعادة.